FM. الكل ملك. كما العادة نقرأوا عناوين الجرائد التونسية. صباح الخير مرة أخرى معاذ. صباح الخير نبيل. نصبحوا على هيبة نقول له صباح الخير مصورتنا الجميلة عاطف مرة أخرى. صباح الخير يا عاطفيق. صباح الخير الناس كل اللي يسمعوا فينا. بطبيعة عشنا نقرأوكم شوية من الصحافة الصادرة اليوم. نبدأ نبيل بشروق تقول ترجع الموضوع اللي كنا حكينا فيه قبل شوية. تقول سابقة خطيرة تهز الساحة التربوية بصفاقس يتهمون معلمة بالإلحاد ويمنعونها من التدريس. هذا في الصفحة 10 تقريبا. شروق رجعت للموضوع بالتفاصيل التفاصيل المطولة لكنها مش الكاملة في الحقيقة. محضر جلسة ولا لا مش محضر جلسة تحقيق. سبت واحد ما يعملوش محضر جلسة هذاك على شيء. تقعد تستنى حتى اثنين وثلاثة. مش استعجالية مش تبدأ. لا فماش الاستعجالية فما حد شيء. الإدارات كلها مساكرين ديجا. حتى موقف من وزارة التربية والإدارة الجهوية هي تقول الإدارة الجهوية تحدثت لأنه تقريبا هو المدير الجهوي في صفاقس للتربية عنده يد في الحكاية وموجهت له أصابع على الاتهام برشا حديث على المنع الأستاذة هذه واتهامة بالإلحاد. كما تقول هي داخلة باش تقري على عادي داخلة معلمة داخلة قسمها قالت نجم نقولوا عدد من الجماهير نجم نقولوا بمجرد وصولها بدات الديجاج وهذه المربية ما تخرجليش أولادي والحديث هذاك اللي صاير كله. وأنه هي في فيديو تقول أنا راني في المناسبات الدينية راني نحكي عليهم راني نتكلم. هي تقريبا معلمة فرنسية تقول نستغل المناسبة هذيك في الحديث على المناسبات هذه. يعني حسب الكلام اللي قالته موضوع كبير ولازم وزارة التربية في الحقيقة توضع حد للممارسات هذه وتمنع. راهو حرام راهو الجامعة حرام المعهد حرام المدرسة كيف حرام. راهو فما تلميذ وفما المعلم. صحيح الولي وصل ولده عند فما اجتماعات نتاع أولياء يحكيوا مع يوسطوا رايهم اي فما اطر للنقاش معناتها مش هكا معناتها اي ديجاج ولا سامحنيش معناتها ملحده مش ملحده مدينه مش مدينه محاسبه منقبه سامحني اللومه يا اخي نحكيوا على دستور دستور يحمي حريه الضمير وما احنا شنو دخل والله في تونس ولات برشا مظاهر همجيه. خلينا نقولوها نبيل مظاهر همجيه هذا مظهر من مظاهر الهمجيه ليهم من مظهر لحرية ليهم مظهر هذا مظهر همجي. تدخل تمنع أستاذة ولا معلمة من قيامها بواجبها وعملها هذا همجي. ما تتعامل عملت مشكلة إذا كان أنت متقلق من الأسلوب اللي تقدم فيه ولا تلقي فيه للأطفال كي نرجع نقوله عندك مدير عندك إدارة جهوية راسلها ليه عنده حل ثاني يهزوا للمدب ليه مش معقول يهز ولده للمدب يمشي الكتاب يهزوا للمدب قري عند المدب يا أخوي قري حفظوا بتمو القرآن ما خير هكا ولا ملحدة مش ملحدة سامحني معناتها ما انا نحيو ابن رشد ونحيو المتنبي ونحيو المعري ونحيو جماعة الكل هذوما خاطرهم ملحدين زد المظاهر الهمجية هذه يلزمها سامحني معناتها هذه حاجة اسمها الجهل مصيبة ولا لا والله الجهل مصيبة بالطبيعة بالحق. نكملوا مع الشروق في الصفحة 5 يبحثون هي تقول غدا نحكي على اليوم موعدا جديدا لها لمصلحة من تم تأجيل انتخابات بلدية. تأكد بصفة رسمية تأجيل انتخابات البلدية إلى شهر مارس 2018 بعد أن تم التوافق سابقا على موعد اعتباري وهو 17 ديسمبر 2017. انتخابات البلدية وما أدراك ما الانتخابات البلدية تقريبا نجم نقولوا 100% ماهيش باش تتم الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر. أولا الانتخابات البلدية صعيبة برشا معناتها عندها خاصية تختلف مع الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. نجم نقولوا كما نقولوا حلوة لغتنا لا سهلة الانتخابات التشريعية والرئاسية رغم صعوبتها مقارنة بالانتخابات البلدية. صعيبة على مستوى الأحزاب صعيبة لأنه تقريبا الأحزاب كلها باستثناء تقريبا النهضة ولأنه حتى النهضة ماهيش باش تكون مغطية 100% من التراب التونسي باستثناء النهضة حتى نداء تونس ما نجمش يكون حاضر ولأنه يقول يحب يوصل اللي هو حاضر وقادر حتى الانتخابات يقول غدوة نجم يكون حاضر باستثناء الأحزاب هذا صعيبة برشا نجم يقولوا أنه يكونوا حاضرين في تحديد القائمات
معناتها يلزم بالالاف تقريبا كوادر بالالاف باش يكون حاضر في. ما عندهمش كوادر بالالاف نحكيو احنا على حتى بالعشرات ما عندهمش كوادر. ما عندهمش كوادر. عندهم شويه روابط ممكن. لا لا روابط مش في بالك انت راهو. لا روابط انتخابيه موجودين معناتها. حتى بالتحالفات وحتى بالروابط وحتى باللي تحب انت الكل ما نجموش يكونوا حاضرين. نجم نقولوا المجتمع المدني يحب يكون حاضر يحب يكون الانتخابات في اقرب وقت ولانه صعيب ياسر قيام بالانتخابات هذه تاجيلها المارس ان شاء الله في مارس 2018 نبي نقول لك لهنا ومانيش نتكهن ولا حاجه ولانه حتى مارس شنو ديسمبر شنو مارس ما عندها قد شهر قداش من شهر 3 شهور ما فهمت 3 شهور ونحي العطله ونحي راس العام ونحي الامور كل العطل وليح ما عندها باش تلقى التونسي هذاك هو الريتم معناها صح 18 صعيبه زاد 20 مارس 2018 ان شاء الله هتصير قلت في مارس ولا مارس 2018 20 مارس 2018 ان شاء الله هتصير ولانه صعيب برشا لانه الحزب مش حاضر ما نتصورش بعد 3 شهور باش يبدا حاضر هذا صعيب برشا نتمنوا تصير الانتخابات هذه الانتخابات هذه عندها علاقه مباشره بالمواطن مهمه برشا للمواطن نحكي شفنا احنا النيابات الخصوصيه هذا الاسلوب ولا هذا النظام ولا هذا الاختيار نتاع النيابات الخصوصيه فاشل من 2011 تقريبا الامور الحياتيه نتاع المواطن غايبه ماهيش قاعده تصير نجم نقولوا العمل البلدي ما فماش مش معناتها المواطن ما يلقى سامحني معناتها سؤال معاذ معناتها بعد الانتخابات البلديه لافيون غوز باش تولي معناتها ما توليش لافيون غوز البلديات تخدم على رواحها وشوارع نظيفه والبتوات فيهم الضوء تولي تخدم على رواحها اي تولي تحل الماء تلقى الماء تحل الضوء تلقى الضوء اي تولي تخدم على رواحها لانه تو مكبلين بالقوانين هذا هو المعتمد هو نفسه المعتمد تلقى رئيس النيابه الخصوصيه هو مكبل ما عندوش قوانين فما حكم محلي راهو هو الرئيس المنتخب اللي باش يولي رئيس البلديه هو معناتها القرار نتاعو سيد نفسه معناتها نجم يعمل برشا قرارات ونجم يقوم بعديد الحياة وفما انتخابات راه شوف كي تولي انت فما انتخابات يولي المسؤول ولي يخدم خاطر يعرف ما يحبش يخسر البوست نتاعو في الانتخابات الجايه وبالطبيعه حزبه باش يولي يدعيه باش يخدم معناتها تنجم تحاسبه نهار اخر هذا المعتمد تاعو حاليا خوفي وألمي كبيران من الانتخابات البلديه بما انه نحكيه على نفس القانون الانتخابي وبعديك فماش واحد نجم يحكم وبرا يتكتلوا في اغلبيه وبرا حلني عاد من الوطني نمشيوا للمحلي نفس البلوكاج معناتها باش يصير وهذا المشكل اليوم صحيح ان النظام السياسي ولا نظام الحكم لهنا اللي في تونس نظام صعيب برشا كما قال البيجي العازري اكثر من سيده يحكم اكثر من سيده ولا هل نجم نقول النظام هذا صعيب صعيب لحد ان ما ظهرش حاجه باهيه كله التكبيلات كله تعطيلات نتمنى انه تصير حاجه خيره لتونس جوستومون خاطر فما عنوان في البيان يقول مرة من التلميحات إلى التصريحات هل بات من الضروري تغيير النظام السياسي سؤال مطروح بعد ما سمعنا من قبل قيادي نداء تونس تلميح وليس تصريح حول تغيير استفتاء لتغيير النظام السياسي هل بات مطروحا التغيير هذايا شفنا برشا أصوات تاع سياسيين في المنابر الإعلامية يناديوا بتغيير المنظومة والنظام السياسي فشل وإحنا مازلنا ما دخلناش الجمهورية الثانية نعلمك سيد معاذ نعلمك اللي راهو ما عندناش هيئة دستورية نعلمك ما عندناش محكمة دستورية نعلمك اللي ما عندناش ونحكي لك عن انتخابات البلدية كي انتخابات البلدية معناتها اشتر الجمهورية الأولى معني الثانية معناش عندنا نص جمهورية تو ونحكي على انتخاب نظام سياسي مبدل هو راهو ضروري تغيير النظام السياسي باش نولي مختص في القانون الدستوري يعني تنجم تعملوا شيء تولي مختص مش في الدستور التونسي فما باب كامل هو الباب التاسع تعديل الدستور فيه زوز فصول سيدي بن سيدك الفصل 143 لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو لمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر معناتها رئيس الجمهورية ولا ثلث من أعضاء مجلس النواب يقدموا مبادرة بتعديل الدستور بطبيعة اللي باش يجيبنا لتغيير النظام السياسي نعم اللي احنا له برلماني له رئاسي جاء بين البنين اش خلينا حاليا نظام هجين معناتها ابريد نجم نقولوا شوف النظام نجم نصفوه بلي نحب نظام له 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 خلينا بين البنين
الناس كل تحكم هذه الاحزاب تحكم الناس كل تحكم حتى رئيس حكومه ما نجمش يعمل شيء هو يعمل هكا هما يدوروا عليه ويخليهم ما يكملش حتى البرنامج اللي كان شفنا وهذا ظهر تقريبا 10 7 حكومات 10 10 بالتعديلات الوزاريه في اقل من 7 سنين 10 حكومات 7 سنين معناتها حاجه اوفر دوز معناتها تعديل لكن السؤال مطروح هنا يا اخي علاش نبدلوه النظام السياسي خاطر ما مشاش مع الاحزاب ولا ما مشاش مع الديمقراطيه ما مشاش مع تونس خلينا نحكيوا على تونس ما مشاش مع الاحزاب يقول لك اليوم ما مشاش مع تونس الاحزاب اليوم يقول لك ماهيش متماسكه الاحزاب في انهيار الاحزاب عندها عركات داخليه اكثر ابرز مثال تونس نحكيه على تفكك نتاع الحزب كامل يعني سامحني انتم تحبوا تغيروا النظام السياسي بارابور الاحزاب اللي موجوده توا ولا مصلحه للوطن راهو فما فرق فما فرق انا جو بونس فما فرق النظام هذا يخلي الاحزاب هي اللي تحكم مش وكي مش قادره على الحكم الاحزاب هذه تتهرى اي ولا تتهرى دونك نبدلوا النظام نبدلوا الدار عتبه نبدلوها معناتها شوفوا عتبه جديده شوفوا عتبه جديده ونقعدوا نبدلوا في الانتقال الديمقراطي نعيشوا حياتنا كامله المشهد هذا هو المشهد الكاريكاتوري معناتها في تونس انه معناتها خلينا نبدلوا توا الدار بكشي ما خير تبديل السروج فيه راحه نمشيو للعنوان واحد اخر كلاش بين محسن مرزوق صاحب المشروع وبرهان بسيس القيادي في نداء تونس الوافد الجديد علاقتي جيدة بالباجي يقول محسن مرزوق ولا ألقي بالا لتصريحات الموظف برهان بسيس يعتبر محسن مرزوق برهان بسيس موظف لدى نداء تونس وميحكي كان مع السياسي اللي كيفه في منزلته معناته بون كما في الملاكمة معناته أيه. من نازل كان اللي قدي من الوزن الريشة وزن الريشة وزن الفيل وزن الفيل وكاو اللي من الواضح شوف حتى نتابعه في الفيسبوك ولا نتابعه وناطق رسمي باسم حافظ قايد السبسي برهان بسيس بطبيعة هذيك الخدمة متاعه هو مشى لنداء تونس باش يخدم الخدمة هذيك وذلك لاش عادي راهو بين السياسيين بطبيعة الناس الكل تحب تكسب ضد رئيس الجمهورية خلينا نكونوا واضحين لأنه رئيس الجمهورية حاليا هو اللي يحكم في البلاد واضح كل الامور البيجي قاعد في داره وشد كوموند ويتحكم في الناس الكل يتحكم في باردو يتحكم في القصبه يتحكم في الـ في, الـ في الناس الكل وبطبيعه اي سامحني في 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 انعدام معناتها نجاعه الاحزاب شنو نعملوا نسيبوا الماء على البطيخ ما هو رمز وحده هو ورمز توافق وهو معناتها اللي نجم ينقذ البلاد الى شوف البيجي قاعد مستقبل زاهر رئيس الجمهوريه هو اللي قاعد يتحكم كما قلنا والناس الكل تو لهنا يحبوا يرضيوا البيجي احنا نحكي الناس الكل نحكيوا على السياسيين اغلبيه الاحزاب خاصه اللي قريبه من الحكم نداء تونس كانت والى حركه النهضه وحركه النهضه ولانه مش كلها باش تحب ترضي رئيس الجمهوريه وشفنا بوادر انقسام في حركة النهضة بالنسبة للمشروع وإلا نجم نقولوا الحاجات اللي خرجت من تونس كلها ترغب في ترضية رئيس الجمهورية على ذلك نلاحظوا في الكلاش الكبير اللي صاير بين محسن مرزوق وبرهان بسيس خاصة بعد رئيس الجمهورية استقبل محسن مرزوق مؤخرا خاصة اللقاء الأخير اللي كان محسن مرزوق أعطى رأي تقريبا خذ به الباجي قايد سبتي على مستوى تحرير الوزاره وكان هو مهندس نتاع رجال الانتخابات البلديه مع الاحزاب الاخرى المنشقه عن نداء تونس وبقيه الاحزاب دونك خلينا المصور خلينا نحكي لك على هذا الارتيكل هذا في المصور يقول رجل قانون نقطتين رغم الغاء المنشور لا يمكن قانونيا عقد قران المسلمه بغير المسلم بلا هو رجل قانون هذا اللي شرع في تونس راهو مجلس نواب هو اللي شرع انه تو نحل المنشور بتاع 73 مش هو قال لك لا يمكن عقد علاش يقول لك خاطر هو لازم فماش حتى عوائق شرعيه واللي تو فما عوائق فما قانون ممكن قانون يا اخي فما التوانسه مش واخذين مش مسلم نراو في الناس الكل يدي خليوا الناس احرار يدي يزيونا من القوانين هذه ويزيونا من الكلام الفارغ الناس حر اللي يحب ياخذ اي واحد مهما كان ديانته يا دي الناس احرار يزيو ما تكونوش اوصياء على الناس الناس احرار اللي يحب ياخذ اللي يحب واللي يحب يعرس اللي يحب واللي يحب ما يعرسش واللي يحب دي الناس احرار تعلموا لنا ولينا في 2017 تفرجوا في العالم كيفاش عاد يزينا من الافتئات هذه رجل قانون رغم الغاء المنشور لا يمكن عقد
عقد شنو عقد قران المسلمه بغير المسلم يدي حكيت هذم يلزمنا نتعديهم. ضربنا شهر في الهز وحط في البرلمان العقد الغاء العقد الغاء تلغاه في البرلمان قال لا شنو باش نعمل. اي ما سامحني ما هو المنشور عنده تبعات فقه قضاء وفما تبعات فقهيه وقانونيه ما معناتها يقول لك مش كيف الغاء المنشور لازم الغاء المنشور مع تبعاته وتاثيرات الدستور. الدستور قال حريه الضمير. الدستور هذا اعلى حاجه اعلى سقف في 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 القوانين حريه الضمير. ما الباقي كله فارغ راه اي ما فما لازم تعديل. اي تعديل منظومه قانونيه مش ملائمه اليوم مع لا تتلائم مع الدستور. روح الدستور تتلائم وبرشا قوانين مش متلائمة وقوانين عهد البي يا سي معاذ الامر العلي تاع البي لازم العقلية تكون في تونس اللي هي راهو الناس الكل أحرار يزيو ما تكونوش أوصياء على الناس تخموا في بلاصتهم. ثورة ثقافية وثورة بتاع مواطن أكثر منه ثورة قانونية. خلينا نبدأ ساعة بالقانون. احنا خاطر القانون هو فيه نوع من ردع ونوع من تنظيم دونك على الأقل ما نجمو نحكيه على ثورة فكرية واجتماعية في تونس. هذه كانت الهيدلاينز هيدلاينز كابا فام الكلمة ليك